احنا معلش طولنا عليكم، لكن ناخد عدد قليل من الأسئلة، لأن احنا عندنا جولة معاك وبرضه جولة ميدانية يعني في خلال الدقايق اللي جاية. طيب نبدأ، اتفضل. يعني احنا شايفين ان هناك اصلاح في كافة القطاعات الضرائب، لكن ما سمعناش حاجة عن البورصة او الكابيتال جيننج تاكس، هتعملوا فيها ايه؟ شكرا. ناخد الأسئلة مرة واحدة. الموضوع البورصة، ماشي، اتفضل. هاني نحاس، قناة صدى البلد. يعني دولة رئيس الوزراء، حضرتك تحدثت عن التحديات الإقليمية. طبعا ما حدش يتمنى أن تتطور الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط إلى حرب، ولكن أكيد الحكومة مستعدة بالسيناريوهات. حضرتك تحدثت على أنه قد تضطر الدولة المصرية والحكومة المصرية إلى اقتصاد الحرب. هل إحنا جاهزين لتلك السيناريوهات؟ طبعا ما حدش يتمنى أن تنجرف المنطقة، ولكن إحنا بنتكلم، حضرتك تكلمت عن البرميل النفط زاد 10%، بنتكلم على طبعا واردات القمح، مصر مستهلكه بشكل كبير للقمح، بنتكلم على تراجع عائدات قناه السويس. هل احنا جاهزين لو انجرفت منطقه الشرق الاوسط الى حرب اقليميه؟ شكرا فندم. طيب اتفضل. دولة رئيس الوزراء بالتأكيد، يعني ما سمعناه وشاهدناه اليوم من عدد كبير من الإصلاحات في المجال الضريبي وتهيئة مناخ الاستثمار بشكل قوي في مصر. يعني هل هناك رؤية أو خطة لعرض هذا الأمر أو هذه الإصلاحات القوية التي اتبعتها الحكومة المصرية خلال هذه الفترة للتسويق في خارج مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة أن مصر لديها العديد من المقومات التي يعني تسمح بالاستثمار فيها؟ يعني بالتأكيد نتمنى أن يكون هذا الأمر يعني محل اهتمام من الحكومة، هو التسويق في لهذه القرارات في الخارج. شكرا. احنا بنشكر طبعا الحكومه على هذه الاجراءات اللي اعلنت، خاصه في اصلاح منظومه الضرائب، وهي يمكن الاعم والاشمل والاكبر، ويمكن لم ترى وغير مسبوقه في تاريخ مصر، وخاصه انها هتساعد في دخول القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وهيكون لها مردود كبير ان شاء الله. ليا سؤال يا سيد رئيس الوزراء. دلوقتي تم الاعلان للشهر الثاني على السوالي ارتفاع معدل التضخم، وده طبعا مرشح للزيادة بشكل أكبر خلال الفترة اللي جاية مع الوضع الإقليمي المتوقع عرضت عليه وانعكاساته على أسعار الطاقة، البترول والغاز وغيره. إيه إزاي الحكومة هتتعامل مع ارتفاعات معدل التضخم مرة تانية وانعكاساته الكبيرة على الاقتصاد؟ وسؤالي الثاني للسيد معالي وزير المالية دكتور أحمد كوجك، الإصلاحات الضريبية التي تم الإعلان عنها والمقارنة تطبق خلال العام المالي الجاي، المال الحالي 2024-2025، إزاي هتتم يعني نوع من التوعية للمولين؟ هل حضرتك هتعمل يعني هل هيتم إعلان كل ممول هو بيأسس شركة إيه الضرائب اللي عليك اللي هتدفعها علشان يكون عارف إزاي يتعامل مع هذه المنظومة؟ شكرا لحضرتك. طيب ناخد اخر سؤال بقى، ناخد حد من الناحيه دي بقى، يعني اتفضل. محمود مطوع، موقع صدى البلد. صندوق النقد اجل مراجعه مصر في المراجعه الرابعه لبرنامج الاصلاح الاقتصادي لمصر للشهر المقبل. في شائعات طلعت خلال الفتره اللي جايه دي ان ده بسبب الاجراءات اللي هي طلبتها ان مصر تنفذها، ويعني ده هيؤدي لزيادة أسعار السلع بسبب الإجراءات اللي جاية، فعايزين بس رد من حضرتك. طيب خلينا نرد بقى، يعني عشان وقت حضراتكم برضو، يعني فيها السؤال تاني، ناخد سؤال من عنصر النسائي بقى، يعني عشان يعني نبقى ما نسيبناهمش النهاردة. اتفضلوا. مروة البشير، جريدة الأهرام. هذا الأسبوع شهد إطلاق مشروع رأس الحكمة، وعلى الرغم من أهمية هذا المشروع وغيره من المشروعات التي تطرحها الدولة للاستثمار، يظل ملف سياسة ملكية الدولة والتخارج مهم جدا. متى نرى شركات جديدة تم التخارج منها؟ شكرا. طيب
خلينا أبدأ أنا بمجموعة من الردود وهترك لزميلي معالي وزير المالية ومعالي وزير الاستثمار باقي الردود. خلينا نتكلم على اللي حضراتكم قلتوه، طبيعة اللي بيحصل في المنطقة، وإن كلنا لا نتمنى أن يعني الموضوع يتحول إلى حرب إقليمية، ولكن لازم نكون جاهزين لكل السيناريوهات. والحقيقة إحنا شغالين على هذا الموضوع بمنتهى القوة، تأمين سلع أساسية لفترات طويلة، وده أكيد حضراتكم بتتابعوا سواء للقمح، للمنتجات الأخرى، السلع الرئيسية، تأمين حتى احتياطيات فيما يخص الوقود والتأمين كل احتياجات الدولة من الكهرباء. ولكن يعني اللي احنا بنقوله النهاردة، من الوارد ان الموضوع يزداد صعوبة، وبالتالي لازم ناخد إجراءات أخرى يعني استثنائية في هذا الموضوع. احنا بندعو الله ان الموضوع ما يوصلش لهذا الشأن، لكن على قد اللي احنا بنتكلم فيه حتى هذه اللحظة الدولة قادرة على كل الحمد لله تأمين احتياجات الدولة بما يضمن استمرار عجلة الاقتصاد وعجلة النمو وكل الإجراءات اللي احنا بنعملها. ولكن زي ما قلنا احنا اعلننا عن خطة إصلاحية واضحة، وكلمنا عليها من فترة ان احنا بنتحرك ازاي في تدرج أسعار لبعض الحاجات زي الوقود والمنتجات البترولية، ودي خطة احنا اعلناها واضحة جدا. حتى مع يعني لازم ناخد بالنا ان كل الزيادات اللي عمالة تحصل، احنا برضو دي حتى هذه اللحظة احنا مستوعبين الارقام ومحطوطة ضمن خطة الدولة، وبالتالي ما عندهاش تأثير في الزيادات اللي احنا واخدين اجراءاتنا فيها. لكن من الوارد لو الموضوع بقى قفز لارقام كبيرة جدا، لازم نبدأ كلنا بقى ناخد بالنا ان هيبقى محتاجين اجراءات ترشيد، ترشيد حقيقي في يعني حركة السيارات وحركة الموضوعات، لان الموضوع ده ممكن يفرض علينا ان نشوف ارقام عمرنا ما شفناها في حياتنا في اسعار البترول. فلازم عشان كده نبقى واخدين بالنا احنا كمواطنين نفسنا ان حركتنا حتى هتبقى لازم ان احنا كلها تبقى بحساب. انا بدي يعني اقصى قدر من السيناريوهات السيئة ممكن تبقى وصل ايه، ان احنا نبقى واخدين بالنا ان هنبقى عندنا احتياجات او عندنا كميات معينة احنا كدولة هندبرها، ونبقى كلنا بنتعامل في فترة معينة على قد هذا الكلام. انا بفترض اقصى درجات يعني السيناريوهات لازم نبقى واخدين بالنا منها. نصل الى هذه الدرجة من التخطيط لازم كلنا نبقى نقولها واحنا بنتكلم بشفافية. لكن الاهم احنا الحمد لله حتى هذه اللحظة عندنا رؤيتنا وعارفين كويس قوي قدراتنا، احتياطياتنا النهاردة شهور، وده كان بعض الناس بيقول هو انتوا ليه بتعملوا الاحتياطيات بالشهور دي، ليه بتعلنوا عن المناقصات بحجم كبير، وبعض مرة اتقال لنا انتوا ليه بتتكلموا في القمح بانكوا عايزين 3 مليون وشوية والكلام ده كله. انا بعلن خطة سنوية وبتحرك فيها تحسبا لهذا الكلام. النهاردة الحمد لله انا عندي النهاردة من الاحتياطيات اللي تتجاوز 5 شهور ونص من القمح، في وقت ان النهاردة طبعا الحصاد هيبدأ من ابريل، فالنهاردة بنعمل الاجراءات واعلننا عن اجراءات تشجيع للفلاحين ان هم بيزرعوا القمح عشان يزودوا الكميات ونقدر ان احنا نعتمد على نفسنا. كل ده احنا بنشتغل فيه بخطة متوازنة علشان نضمن كدول وكحكومة ان الامور مهما حصل من سوء اوضاع وتحديات نبقى مستمرين والدولة موجودة ومستمرة بندبر كل شيء والمواطن ما يشعرش بأزمة. إنما لقدر الله بقى لو تفاقمت المواضيع لأرقام عمرنا ما شفناها، بنرجع بقى لفترات حروب أنا يعني يمكن أغلبنا ما عاشهاش، هنضطر نبقى فيه ساعتها ننظر إلى إيه اللي ممكن يتعمل. لكن كل ده معمول حسابه وإحنا بنتحرك فيه في هذا الشأن. بالتأكيد احنا ما يخص ان كل الخطوات اللي احنا اعلننا عنها وبالذات في اصلاحات الضريبية، وايضا الجزء اللي يعني اعلن عنه السيد وزير الاستثمار في بعض التخفيضات اللي بتحصل دي كلها غير مسبوقة. والنهاردة احنا واحنا بنعلنها احنا برضو بنشتغل على الترويج لهذا الكلام في الخارج، لان جزء من خطتنا طبعا مع تيسير الاجراءات للمستثمر المحلي ان احنا نجتذب الاستثمار الخارجي ونزود هذا الموضوع، لان هو ده اللي هيساعدنا في خلال الفترة الجاية. وعشان كده برضو يعني الحقيقة السادة الوزراء المجموعة الاقتصادية حريصين كل الحرص ان هم بيخرجوا وبيتكلموا مؤتمرات ومنتديات الاستثمار. وزي ما قلت لحضراتكم الحمد لله ردود الافعال اللي جاية من اللقاءات اللي عقدوها في الخارج شديدة الايجابية عن الاوضاع والاصلاحات اللي مصر بتقوم بيها.
فده بيدينا يعني حافز اكتر ان احنا عشان كده بنعلن على مزيد من الاصلاحات ونؤكد ان الدولة مستمرية في هذا النهج. عشان بس اقول هذا الموضوع، بتأكيد كل الاجراءات دي غصبا عننا، اذا كنا نفسنا بنأمل ان التضخم ينزل بصورة كبيرة واسرع اكيد كنا كلنا عارفين ونتمنى هذا الموضوع، ولكن غصبا عننا نتيجة لهذه الازمات الغير مسبوقة التضخم هينزل، ولكن يمكن مش بالسرعة اللي احنا كنا عايزينها. ولكن تاني بفكر مستهدفاتنا ان شاء الله قبل نهاية 25 نكون نزلنا عن 10%، وده اللي احنا شغالين عليه. ممكن يبقى وارد ان احنا كنا نأمل ان الشهر ده يحصل فيه انخفاض، ما حصلش، لكن ده ما بيخليناش نحيد عن الخطة والهدف اللي احنا شغالين عليه ان قبل نهاية 25 يكون التضخم نزل مدون 10%، وهو ده اللي احنا بنشتغل عليه كمجموعة اقتصادية كلنا في هذا الشأن. رأس الحكمة ده جزء من تفعيل سياسة ملكية الدولة، والدولة تاني مستمرة في هذا الموضوع، وانا وعدت حضراتكم قريبا جدا هيتم الاعلان عن عدد من الصفقات وعن عدد من الطروحات الجديدة اللي الدولة ان شاء الله هتعلن عنها في هذا الموضوع. تاني احنا مش بنشتغل بمنطق ما يعني اتقال في وقت من الاوقات كلمة فاير سيلينج، يعني ان انا ببيع نتيجة للاحتياج، لا، احنا هدفنا تعظيم اصول الدولة، وبالتالي احنا النهاردة في المرحلة اذا كان هناك اصل ما جاليش عليه عرض مناسب انا مش مجبر ان انا عشان مجرد ان انا اعلنت ان انا هتصرف فيه ان انا اعمله لمجرد ان انا اقول ان انا عملت. دي لازم تبقى امور واضحة ولازم كلنا نبقى نعي هذا الموضوع، وعشان كده احنا بنتحرك في هذا الملف بقوة وحريصين ان احنا هنستمر فيه في خلال الفترة الجاية. موضوع الاي ام اف اعطى اسيب بقى المعالي وزير المالية ان هو يرد، ولكن لا هناك تأجيل، يعني الموضوع ده كان هو رغبة من الصندوق نفسه، قالوا عندهم الاجتماعات، ارجو بس حضراتكم الاجتماعات السنوية المقررة للصندوق هتبدأ يوم 22 ل 26 في واشنطن، والحقيقة السيد المحافظ البنك المركزي، السيد وزير المالية، المجموعة الاقتصادية كلها هتبقى هناك، ودي اجتماعات بتبقى اجتماعات مهمة جدا، فعشان كده كان هو رغبة الصندوق اللي قال خلينا يعني بعد الاجتماعات، لان كل افراد عمل الصندوق قاعدين بيحضروا لهذه الاجتماعات، فقالوا احنا مش هنبقى فاضيين في شهر اكتوبر ان احنا نيجي طبقا لقانون مقرر، فتم التوافق معاهم ان احنا هنرجئ الموضوع بمجرد ما تنتهي الاجتماعات هتبدأ البعثة تمارس عملية المراجعة ان شاء الله. واللي يعني انا عايز اطمن حضراتكم ان احنا الحمد لله تقريبا يعني ليس من قبيل المبالغه كل المستهدفات اللي كان يعني محطوطه لينا اتحققت يعني الحمد لله في هذا الشان. معالي الوزير لو تحب تتكلم على موضوع ضريبه الارباح الراسماليه على البورصه، لان هذا الموضوع اثير قبل كده، احنا بندرس هذا الموضوع، وانما لو حضرتك حابب انك تتكلم في الموضوع. انا حابب اقول كذا رساله سريعه قوي لدوله الرئيس، وشكرا على التوضيح، و يعني كذا حاجه سريعه. اول حاجه انا قلت في العرض النهارده دي المرحله الاولى من الاصلاحات، وقلت التطوير عمليه مستمر، وده فكر لازم يكون عندنا. احنا النهارده مش بنتكلم على اجراءات وخلاص بتنتهي هذه الاجراءات وبينتهي الاصلاح، لا خالص، دي المرحله الاولى، لكن لازم كمان نبتدي بحاجات تبقى بتعامل مع اكبر قطاع عريض من الناس وقطاعات مهمه جدا 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 من المستثمرين، سواء المستثمرين في قطاعات غير رسميه او المستثمرين المحليين القائمين. وعلى فكره كتير من اللي احنا اعلناه النهارده دوت، يمكن لو انتم اتكلمتوا مع الساده المستثمرين المحليين هتلاقيه انعكاس حقيقي لطلباتهم الممتده لفترات طويله جدا، وبتعكس حرفيه جدا في معرفه المشاكل والتحديات والتعامل معاها. فاحنا بنوعد بهذا الامر، لكن كل حاجة احنا منفتحين عليها وبندرسها، ويمكن يعني اكتر حاجة حابب اقولها في هذا الامر واستغلها، انه اكتر شيء يعني مخلينا بنشتغل كمان بارتياحية شديدة جدا، ان احنا كمجموعة اقتصادية يعني فكرنا وتعاملنا وكمجموعة الحقيقة حاجة الواحد سعيد بيها وفخور بيها. ويمكن كان في سؤال عن الترويج وعن ان احنا نتكلم مع مستثمرين، واحده من الحاجات الجديده ان مش بس نروج ونشرح الامور دي، ان احنا بنروح مع بعض دلوقتي وبنحضر اجتماعات مع بعض وبنتكلم مع بعض وبنبقى حاضرين مع بعض وبنتكلم بنفس اللغه، فده شيء يعني بنؤكد عليه. لكن كل حاجه احنا منفتحين على كل شيء، اذا احنا عرضنا هذه الامور كلها النهارده
اللي هي ممكن تكون بتخاطب مئات الممولين ومليارات من النزاعات، واحنا بنتعامل معاها بقدر من الانفتاح. فما فيش حاجه في الدنيا تبقى مقفوله، لكن في نفس الوقت عايزين نحافظ ما بين التوازن، ما بين ان احنا برضو سالت دوله رئيس على الدوله، احنا الحمد لله وضعنا جيد جدا ماليا وقادرين ان احنا نتعامل مع كل الامور. واحده من الامور ان احنا عندنا قدرات ماليه مظبوطه، فلازم برضو يبقى عندنا على الموارد الماليه وقدراتنا الماليه، فاحنا بنتعامل في هذا الامر، ودوله الرئيس وضح موضوع الصندوق وهذا الامر. انا بس عايز اقول حاجه واحده ثانيه كانت اتقالت في موضوع هتسوقوا ازاي لهذا الامر وهتروجوا له وانتم جاهزين. احنا خدنا وقتنا الشهر اللي فات دوت عشان نبقى جاهزين كمان على التنفيذ. انا كل حاجه قلناها النهارده دي سواء قرارها هو جاهز للتوقيع او تعديلها جاهز ان هو يتم مناقشته وانتقاله من الحكومه الى مجلس النواب الموقر والعمل معاهم على سرعه تفعيله، احنا جاهزين بشكل الاقرار الجديد، جاهزين باداره الراي المسبق الجديده، مواردها، كل ده تم الاتفاق عليه. والمطمنة انه زي ما قلت مصلحه الضرائب كانت شريك اساسي في وضع هذه الاصلاحات وفي الموافقه عليها مرحله مرحله يوم بيوم، ففي ثقه كامله وفي ايمان كامل بهذا الامر، وفي يقين انه افضل حاجه لينا كايرادات وكدوله هو نمو الاقتصاد وحصول حدوث تنميه حقيقيه في مصر، ده اكبر ضمان لينا. لكن دايما بنقول التوازن مهم، لكن دي مرحله اولى وهنيجي بمراحل اخرى في مراحل قادمه. مش معناها ان اللي مش موجود هنا مش مهم، لكن معناها ان احنا عايزين نضمن الاعلان والتطبيق الجيد ثم نخش في المراحل القادمه. وعموما احنا عارفين كتير من الامور الاخرى اللي ان شاء الله نيجي فيها قريب. يمكن دولة الرئيس وزير المالية اتكلموا، يمكن هتكلم على الترويج. الترويج بدأ المقابلة 300 مستثمر، دايما الاكتزاب الاستثمار بيبدأ المستثمر المحلي، وهنا بكلم مستثمر محلي اي مستثمر مصري او غير مصري، اي شركة متواجدة في مصر، وده البداية. زي ما قلت حضراتكم انا من ناحيتي الوزارة 300 مستثمر، معالي وزير المالية بنفس القدر، فاحنا بنتكلم ان احنا لازم نبدأ باصلاح المشاكل او التحديات اللي بتواجه المستثمر، وبنتكلم مع المستثمرين الجدد. رحلتين انا عملتهم لغايه دلوقتي بره مصر، رحله منهم كانت مع معالي وزير الماليه، والحقيقه الناس كلها بتقول لنا ان انتم اولا شفافيه واضحه جدا في كل المعروض، بنقول التحديات وبنقول الحلول وبنقول ان احنا ماشيين في مرحليه الاصلاح، وده الناس عايزه تسمع كده لان هي دي المصداقيه. حاجه تانية مهمه، الاصلاحات اللي احنا بنتكلم عليها سواء من اللي عرضها معالي الوزير، وان احنا التخفيف الاعباء الضريبيه اللي احنا النهارده بنتكلم مرحله اولى، دي بتساهم بشكل اساسي في تخفيض تكلفه المنتج وبالتالي التضخم، وده مهم ان احنا نتكلم كده. احنا عايزين نوصل شركات تنتج السلع بسعر تنافسي وبالتالي ينعكس على سعر المستهلك المصري وتقليل التضخم، لانه هو اهم تحدي لاي اقتصاد. لكن اللي انا عايز اقوله اخيرا، هناك اهتمام كبير، هناك شركات ودول كبيرة مهتمة انها تدخل الاقتصاد المصري، والصورة الحقيقة ايجابية جدا لموقع مصر، البنية التحتية اللي اتبنت خلال 10 سنين اللي فاتوا، الاتفاقات التجارية، العمالة المدربة، فعندنا صورة ايجابية لازم نشتغل عليها برضو في نفس الوقت. شكرا فندم، انا بشكركم جميعا. المرحلة الاولى بتدرس يعني بندرس، لكن ما طيب، لكن انا عايز بس اختم بحاجة مهمة جدا يعني، ودي رسالة للمواطن المصري، وأعتقد اللي شافه مبارح كل المواطنين هي رسالة طمأنة على حماية الدولة المصرية من الحروب الإقليمية اللي موجودة دلوقتي، ودي اللي لازم المواطن المصري يبقى عارف. والحمد لله يا رب على نعمة الاستقرار والأمن اللي احنا موجودين فيها، وده شيء عشان نوصل لهذه المرحلة لازم نبقى عارفين. ونرجع تاني ان القدرات اللي تم تنميتها لقواتنا المسلحة والشرطة على مدار 10 سنين هي دي اللي مخليها مصر النهاردة الحمد لله واقفين في موضع قوة. دي رسالة مهمة جدا لازم نبقى واخدين بالنا منها. ما تم بذله من جهد هائل في تنمية قدرات الجيش المصري والقوات الشرطة، واحنا كنا بنحارب ارهاب، لكن في نفس الوقت بنبني قدرات هذه المؤسسات، هو اللي مخلي مصر النهارده الحمد لله نقطة قوة في الاقليم،
وواحد استقرار في وقت وظروف حضراتكم شايفينها كلها عاملة ازاي. فلازم كلنا كمصريين نبقى مقدرين هذا الموضوع. الموضوع ده ما اتعملش بدون مقابل، اتعمل بكلفة كبيرة جدا، ولكن الحمد لله هو ده اللي احنا عشان كده بننعم الحمد لله بهذا وربنا يديمها علينا. الموضوع الاخر اللي انا بطمن فيه، بالرغم من كل القسوة بتاعت الاوضاع، الاقتصاد المصري، ومش احنا اللي بنقول هذا الكلام، الخارج كله بقى بيقول هذا الكلام، احنا شايفين مصر هي الدولة الوحيدة المستقرة اللي قادرة النهاردة، عندها فرص كبيرة جدا في النمو وجذب استثمارات، وبالتالي كل اللي احنا بنعمله ده النهاردة عشان نزيد من هذه القدرة على جذب استثمار، على خلق فرص عمل، عشان يكون الاقتصاد المصري قادر على النمو مع كل برضو التحديات اللي احنا بنواجهها. فدي كلها رسائل انا حابب ان انا نختتم بيها يعني هذا المؤتمر للمواطن المصري، عشان يعي حجم الجهد اللي الدولة بتبذله، وان احنا كلنا مع بعض كل شغلنا الشاغل هو يعني تقدم ورفعة هذا الوطن.